اهلا بحضراتكم مره اخرى. اسمها ايه بقى الفقره دي؟ الفقره المحببه والمقربه الى قلبي. عامل ايه يا امير؟ قلت اسيبها لك المره دي. عامل ايه؟ شرف ونور. حبيبي يا كيمو، الشرف ليا. ربنا يخليك، ومبسوط ان انا معاك النهارده، وطبعا مع محمود. حبيبي محمود، يا ازيك؟ مشرف ومنور كالعاده. حبيبي يا كريم، ربنا يخليك. طبعا معاك طبعا ومع امير، الحمد حبيبي. لله. طب اسالكم على بيتسو موسيماني قبل ما نخش في حاجات كده في الترانسفير ماركت في اوروبا. بس ايه رايك في طريقه خروج بيتسو موسيماني من الاهلي؟ طريقه لطيفه جدا، طريقه يعني تليق بالنادي الاهلي بحجمه وشعبيته وجماهيريته طبعا وادارته الكبيره، وبيتسو موسيماني بكل ما حققه مع الاهلي من انجازات. النهارده فيديو لطيف جدا، حوار لطيف جدا، الراجل فاتح الباب ان هو يرجع يشتغل تاني في النادي الاهلي، وبالتالي برضو النادي الاهلي فاتح له الباب ان هو يرجع يشتغل تاني لو تلاقت طرقهما. يعني اعتقد ان هما الاثنين كانوا محتاجين التغيير في الوقت الحالي. وانا بصراحه لو هنيجي نتكلم عليه كتقييم فني، فالطبيعي ان الاهلي دايما لما بيفكر في تغيير المدرب يبقى في نهايه الموسم. ما افتكرش ان الاهلي قبل كده غير مدرب في منتصف الموسم من وقت جريده، يعني جريده بس هو اللي كانت ظروف الموسم، ولان الاهلي خلاص كان خلاص يعني خسر الدوري بشكل شبه حسابي يعني. فاعتقد ان الفتره دي بسبب ان هو ممكن يكون مش حاسس بالدعم شويه، مش حاسس بالدعم كتير، يمكن هو كان مستني دعم اكتر اعلاميا او دعم اكتر من ناحية الإدارة. وفي نفس الوقت الإدارة برضو أكيد متضايقة من فكرة تصريحاته الكتير، فكرة إن هو بيتكلم كتير، فكرة حواراته الكتير. فابتديت أحس إن حتى لو هما الاتنين العلاقة ما فيهاش مشاكل، أو حتى لو هما الاتنين بيحترموا بعض، بس بقى التغيير مطلوب، لأن الأهلي عنده موسم يخاف عليه. يعني هو خسر بطولة دوري أبطال أفريقيا، بس لسه فيه دوري واتنين كاس. والمشكلة إن الاتنين كاس دول هيتلعبوا خلال الدوري. فلو أنت خسرت واحد منهم الشكوك هتزيد اكتر، والكلام هيزيد اكتر، والضغط الاعلامي والضغط الجماهيري هيزيد اكتر. فالافضل مدرب جديد بصفحه جديده يبتدي يلعب. انا برضو مش عارف هل الاهلي ممكن يفكر في دلوقتي بشكل عامل ازاي. يعني انا عارف ان الاهلي عاجباه فكره تكرار تجربه فايلر، بس فايلر كان جاي في بدايه موسم، كان عنده فتره اعداد، فكان عنده وقت كافي قبل بداية الدوري. يعني كان عنده بس ماتش السوبر هو اللي كان ماتش كبير قبل بداية الدوري. لكن في النهاية كان عنده فترة، إنما الأهلي مضغوط لأن هو عنده بطولات كتير بينافس عليها. هسألك عن رأيك بشكل عام عن الطريقة برضو اللي خرج بيها موسيماني من النادي الأهلي، بس الملاحظ إنه دي تاني مرة على التوالي يرحل مدرب من النادي الأهلي طواعية، مش الأهلي ماشيه، موسيماني وقبليه فايلر، مش غريبة شوية؟ بصوا، خلينا نقول يا كريم ان نهايه موسيماني مع الاهلي كان لازم تبقى بالشكل ده قبل ما يحصل حاجه اكبر، قبل ما العلاقه تبقى اسوا. ده اولا مع مدرب حقق انجازات تاريخيه. نخرج بالمعروف يا ابني. بالظبط كده، خرجنا بالمعروف. مع المحاولات، البدايه في رايي او بدايه اكبر مشكله في الموضوع كان البيان ان احنا هنجتمع مع مدرب الاهلي عشان نناقش بعض الامور. مهما كانت ايه هي الامور دي، تقدر تجتمع مع المدرب بتاعك كل يوم، تقدر تتخانق معاه، تقدر تعمل اي حاجه انت عايزها، ولكن عادي ما بينك وما بين المدرب. بس هو الواضح ان البيان ده كان اشاره ان في ضيق من جانب الاداره من بيتسو موسيماني. بالظبط. فانت بتنزل البيان ده عشان تقول اشاره للجماهير احنا متضايقين. بالظبط كده. ده كانت البدايه، ومعاها يمكن موسيماني الشكوك اللي كانت قبل كده ان هو مش لاقي الدعم الكافي زي ما تامر كان بيقول من الاداره. بقى من النهايه الموضوع بدا يتحول ان هم قربوا يدخلوا في حرب مع بعض. وارد يكون الحرب دي دخلت فيها في الغرف المغلقه، ولكن قدام الناس كان الموضوع بدا يدخل في سكه هتبقى مش لطيفه. فكانت بالتالي النهايه ده الافضل. من طريق بقى اضافه نضيف حد في الجهاز الفني، مدرب الاحمال، او كل الكلام اللي اتقال، فكان النهايه افضل انها تبقى في الوقت ده، رغم انها هتاثر فنيا او ممكن تبقى مشكله للاهلي مش هي مدرب في نص الموسم، ولكن ده كان الافضل قبل ما الصوره الكويسه على الاقل من ناحيه البطولات والانجازات وعلاقه موسيماني مع جزء كبير من جمهور الاهلي تبدا تتحول الى مشكله كبيره، وهي الفتره الانجح في رايي في فتره رئاسه النادي الاهلي دلوقتي. طيب عايز اخدكم النهارده عيد ميلاد محمد صلاح 30 سنه، والاسئله عاده بيننا احنا الثلاثه كده بتبقى اسئله فنيه وتفصيليه وحاجات كده، بس انا النهارده كنت بفكر في محمد صلاح وعنده 30 سنه، وبدات اتعامل مع محمد صلاح في ذهني عاطفيا. محمد صلاح ده اثر فيا ازاي؟ فرق معايا ازاي؟ فرق معايا ازاي في تفكيري في الكوره، في رؤيتي للكوره الاوروبيه، في الشخصيه، في الطموح كلاعبين مصريين ممكن يعملوا حاجه. فانا عايز افرق انسانيا ومعنويا محمد صلاح فرق معاك ازاي؟ طيب انا حلو قوي السؤال ده بجد، لان انا فعلا النهارده كنت عمال افكر ممكن الواحد يعني يتكلم عن عيد ميلاد صلاح بشكل عامل ازاي. فابتديت احس ان هو احنا كل سنه بنقعد نتكلم عن انجازاته وارقامه وبطولاته، فدماغي والله فعلا راحت للموضوع الانساني ده. وبجد يا كريم يعني انا بجد بشكرك على ان انت هتديني بقى الفرصه اقول الكلام ده على الهواء.
محمد صلاح هو اكتر لاعب انا عملت معاه انترفيوز يعني في مشوار الاعلامي، اكتر لاعب عملت معاه حوارات هو محمد صلاح. وده ليه؟ لان انا بدايتي فعلا اعلاميا في خلال يعني في خلال اول سنه او تاني سنه اتعرفت على محمد صلاح، وكان وقتها عن طريق احمد حجازي وعمر جابر لما كانوا في منتخب مصر الاولمبي كان الوقت منتخب مصر الاولمبي في لندن، كانت حصلت المشكله لو تفتكر بتاعت مباراه الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا، وابتدى الكلام عن ان اداره الزمالك عايزه ترجع لاعبتها علشان يلعبوا معاها الماتش ده او يطلبوا تاجيله. فوقتها تلقيت اتصال من عمر جابر وهو بيقول لي انا مش عايز ارجع، وانا الزمالك النادي بتاعي، ويعني ما بقولش ان هو ما كانش عايز يرجع يلعب مع الزمالك، بس هو بيقول انا بلعب في حلم، بلعب في الاولمبيات وبقالنا فتره ما بنلعبش في الاولمبيات، فعايز اكمل مشواري مع منتخب مصر. وبعد كده عمر جابر عن طريقه تعرفت على محمد صلاح، وكان وقتها محمد صلاح رايح لسه بازل. فمحمد صلاح الفترة دي أنا عملت معاه انترفيوز كتيرة جدا، وكان وقتها كانت المشكلة بتاعت اللعب في إسرائيل، اللعب إن هو يسافر ولا ما يسافرش، واتناقشنا كتير في الموضوع ده، وأنا كان ليا وجهة نظر وهو كان ليه وجهة نظر مخالفة، وأنا مبسوط إن أنا أقنعته في النهاية بوجهة نظري ولعبت دور في ده، وإن هو سافر وإن هو راح هناك وتألق وسجل. فالحقيقة أنا بحس إن أنا مشواري الإعلامي مرتبط جدا بمحمد صلاح، هو بنجاحاته الكبيرة اللي حققها أنا ابتديتها معاه، فأنا مبسوط بكل ما بيحققه علشان بحس إن ده واحد شريكي، واحد شريكي في الإعلام. عظمة جدا. محمود نفس الأمر. أنا بالنسبة لي عايز أقول حلوة قصة يا أمير. حاجة إيجابية جدا وهي إن إحنا أو يعني الجيل بتاعنا مع طبعا فرجة على الكرة المحلية كان في جزء كبير فرجة على الكرة الأوروبية، ودايما كنت بستنى إن أنت تشوف لقطة للاعب مصري في دوري تركي في الدوري الانجليزي، اميدو مع توتنهام مع روما وخلافه، كنت بستنى تشوف ده. ولما صلاح بدا يروح الدوريات الكبيره بقى عم يلعب عن بازل كنت بتستنى تشوفه في الملعب، وبعد كده بتستنى ان انت تشوفه 5 دقائق 10 دقائق يبدا ياخد فرصه مع مورينيو اللي احنا كنا واحنا عيال صغيره بنشوفه بيعمل معجزات في 2004 مع بورتو، ده بيتمرن صلاح بيتمرن معاه كل يوم. بعد كده بقى الموضوع ان صلاح العادي ان هو يشارك، العادي ان هو يسجل، العادي ان هو يسجل 2 و3 في الماتش، اللي هو لما بيبقى وقت ما بيسجلش في اقوى دوري في العالم انت تقول ايه ده، هو ازاي صلاح النهارده ما جابش جوان؟ هو بيلعب في اقوى دوري في العالم اللي احنا كلنا بنحلم بيه واحنا عيال صغيره. فالموضوع بتحس ان انت كل الحاجات اللي انت كنت شايفها مش ممكنه، ما بيبقاش متضايق عشان محمد صلاح، هو بيبقى متضايق علشان بيقول للناس كابتنوه وما بيسجلش ما بيدخلوش هو لانه هو بيلعب في ليفربول، فهو في النهايه بيلعب في الفرقه اللي انا بشجعها عكسي وانا صغير، فدي قصه دي ليله ثانيه على جنبي يعني. بس هو في النهايه الحاجه اللي انت كنت شايفها مستحيله، اللاعب اللي كان بيجيب 5 تجوان في الموسم تقول ده حاجه حلوه قوي يا العظمه، صراحه جاب 5 جوان في مانشستر الموسم ده معانا في مانشستر يعني رقم ليبس يعني جاب 5 جوان في مانشستر. والحاجه الثانيه للاسف السيئه هو ان انا لما بقارن محمد صلاح بباقي اللعيبه المصريه بلا اي استثناء بشوف فرق كبير قوي، كبير بوضوح، حتى للاسف اللعيبه المحترفه فرق كبير ما بين هو واحد، كل واحد فيهم بيطمح لايه وعايز يعمل ايه وبيقدم ايه في الملعب، بيقدم ايه شكله جوه وبره الملعب وكارير وبرستيج وشكل، فرق مرعب جدا. يمكن صلاح لو كان ظهر في جيل اللي هو جيل الذهبي بتاع منتخب مصر كنت تقول احنا عندنا لعيبه بتقدم كتير قوي في الكره المصريه، صلاح بيشرفنا بره وفي غيرهم بيشرفنا جوه، لكن الوضع فعلا فرق رهيب قوي ما بين صلاح وبين العاب كره تاني في مصر دون استثناء. الفيفا النهارده منزله فيلم عن صلاح، عن عيد ميلاد صلاح، فهم واخدينه الفيلم لسكه مختلفه خالص. محمد صلاح اثر في شخصيتك بشكل عامل ازاي؟ هي. فمستضيفين مين؟ مستضيفين الراجل الكاتب بتاع كتاب فن اللامبالاة، والراجل ده بيحكي كتابه ازاي بقى عمل والنهاية دلوقتي بقى بيعمل ندوات في الشرق الاوسط وبقى معروف وبينزل كتب لما محمد صلاح كان ماسك الكتاب بسبب صورة، وهو بيحكي ان هو اصلا كان وقتها في كاس العالم وبيحضر ماتش ما بين البرازيل والمكسيك وما يعرفش اصلا منتخب مصر، واتفاجئ ان كم نوتيفيكيشنز لما روح البيت الناس عماله تقول له ايه ده، هو انت كاتب كتاب اسمه فن اللامبالاة؟ فاستغرب هو ازاي اتعرف في الميدل ايست، فعن طريق محمد صلاح. جايبين هدايا ملاك وهي بطلة أولمبية واحنا كلنا عارفينها، شوف تخيل هي حياتها ازاي اتأثرت بمحمد صلاح، انها لما تمشي في الشارع في أي مكان بقت الناس تقول لها ايه ده انت محمد صلاح التايكوندو، انت محمد صلاح البنات، لما بتسافر بره. فالحين محمد صلاح لما كل واحد فينا سواء بقى شخص بيشتغل في الإعلام سواء رياضي سواء حتى لو واحد مشجع عادي للكرة هيلاقي ان محمد صلاح ليه تأثير بشكل أو بآخر على حياته. تحديدا المشجع، قبل ما أروح لفاصل، تحديدا المشجع كلنا، هو محمد صلاح اقنعك انه طب ما احنا نقدر، احنا كانت دايما الجمله الشهيره احنا مستحيل نلعب في الليفل ده، مستحيل عندنا لعيب يوصل للليفل ده،
فبحاجه فلسفيه يعني تمام، انت في شغلانتك اللي بعيد عن الكوره انت كمان بقيت حاسس ان انا ليه ما بقاش اهم رجل اعمال في العالم، ما بقاش اهم راجل بيشتغل في التكنولوجيا في العالم، ما بقاش اهم واحد بيرسم في العالم. يعني ما هو عندنا واحد مصري هو اهم واحد في العالم في الكوره، فانا ممكن اقدر انا كمان. فهو الجمله بتاعت او الكلمه بتاعت ان هو ملهم، فهو فعلا ملهم، ما فيش خلاف على ده. لسه مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع كالعاده مع امير عبد الحليم ومحمود ضياء بعد هذا الفاصل، نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. انا كنت عايز اشتغل معاكم النهارده ونتكلم شويه على ترانسفير ماركت في اوروبا يعني، بس بما انك انت قاعد معايا محمود فانا عايز ايه افضفض معاك بكلمتين. هو مانشستر يونايتد ايه علاقته بالترانسفير ماركت السنه دي او في الصيف ده؟ يعني مهتمين قوي اخبار مهتمين بالعيبه مهتمين بالاخبار مهتمين جدا مهتمين بنص لعبه العالم مهتمين من بعيد كده هو بص بعيد عن الهزار، هو مانشستر موقف السوق على ديونج فرينكي ديونج وانت عايز تجيب لعيب هو مش عايز يسيب النادي اصلا يعني اصلا الراجل قال لك انا بلعب في احسن نادي في العالم يا عم انا مش عايزك وانا سعيد هنا هو مش شايفك كمان احسن نادي في العالم فهو الموضوع كله ان مانشستر التنهاج عايز يجيب ديونج بيكلم ديونج وديونج مش مقتنع برشلونه عايز فلوس عايز يبيع ديونج اللاعب بقى نفسه مش عايز فاحنا واقفين في الزون دي حب من طرف ثالث بالظبط يعني حتى الفرنشيب زون يعني انت فاهم يعني الفرنشيب زون انت مش موجود فيها انت حتى مش صاحب يعني انت مش موجود ما بحبكش زي اخويا مش موجوده مش موجوده فهي دي اللي موقفه الموضوع كله حسب التقارير ان مانشستر حاطط الديدلاين للصفقه دي 25 يونيو يا اما يتغير حاجه يا اما نروح نشوف حاجه ايوه يعني هي الحياه تتوقف عن ديونج يعني بلاش هل هو محتاج انت بس انت محتاج حد قدامه بس ولا انت محتاج كذا لعيب انا شايف ان الدفاع ده مثلا متدمر مانشستر محتاج فرقه تقريبا مانشستر على الاقل محتاج مدافع السيزون ده باك يمين اثنين لعيبه في النص مش واحد يعني فرينكي ديونج حتى لو جه هو مش راضي مش كافي محتاج حد كمان ويا جناح يا مهاجم يعني واحد من الاثنين مع طبعا ان انت هتستنى تنهاج ان هو يفوق راشفورد ويفوق جرينوود لما يرجع ويشوف هيعمل ايه في ماجواير وهنعمل ايه مع اصابات فاران يعني عنده حاجات كتير قوي يعملها بس ده على الاقل اللي المفروض تعمله الموسم ده هو الاهتمام او الكلام القريب من مانشستر ان الاهتمام الاكبر بنص الملعب والدفاع قبل قبل الهجوم ما عندوش مشكله يدخل الموسم بالعدد العناصر الهجوميه الموجوده دلوقتي بس في مقابل ما دعم الوسط والهجوم بس مانشستر في وقت ما هو مهتم بفرينكي ديونج وحاطط له ثلاث بدايل هو ريت ثلاث بدايل مش موجودين يعني بيسوما برايتون في طريقه لتوتنهام خلاص كالفين فيليبس راح السيتي ما بقاش فاضل غير ابراهيم سنجاري اللي هو اصلا بيلعب في ايندهوفن هجيب لعيب من كوتيفوار كان بيلعب في ايندهوفن يجي الدوري الانجليزي فنبدا بقى نشوفه هينفع ولا مش هينفع ربنا يكرمك بالظبط فانت عارف دعوات بس احنا مهتمين قوي بلعيبه كتير مهتمين الحمد لله الحمد لله. امير ليفربول بدا يفك الكيس شويه بدا يفك الكيس وواضح انه لا انا مكمل المشروع بتاعي وعايش عليه رايك ايه وده سبب تجديد كلوب يعني اكيد كلوب مش هيجدد على الفاضي يعني اكيد هو توعد ان انت هيبقى عندك اللعيبه اللي انت تطلبها وهنكمل بنفس الطريقه اللي احنا شغالين بيها ان احنا بنروح نجيب لعيبه ممكن ما يكونش عليها العين قوي بس انت بتقدر ان انت تشتغل معهم بشكل كويس وتطورهم وعندنا سكاوتنج في النادي يعتبر من احسن السكاوتنج في اوروبا كلها فاعتقد ومدير رياضي طبعا بيتغير وبيجي واحد جديد يعني فريش بلاد بيجي يشتغل مع يورجن كلوب فممكن برضو ان هو يبتدي يودي يعني لحاجات ما كانتش حتى في دماغ كلوب زي محمد صلاح ما كانش الاختيار الاول ليورجن كلوب ومع ذلك جه الراجل وبقى من افضل اللعيبه في العالم ليفربول هيخسر ساديو ماني بنسبه كبيره السيزون ده فكان طبيعي ان هو يبص على نونس واعتقد ان هو صفقه كويسه جدا لما هنيجي نشوف تطور الراجل ده من وقت ما كان راح الميريا وبعد كده من الميريا راح لبنفيكا وبعد كده بنفيكا بيروح لليفربول فهو دايما في تصاعد وده بيبقى مؤشر كويس جدا لاي لعيب انت بتعمل عليه سكاوتنج اللعيب ده بيتطور المنحنى بتاعه في تصاعد ولا الراجل ده بيجي وقت عليه ويهمد بيجي وقت عليه ويقف زي محمد صلاح كان دايما في تصاعد لانه حتى كمان لما راح تشيلسي وما لقاش فرصته راح الدوري الايطالي وفضل في تصاعد فيورنتينا روما وكان في كلام على يوفنتوس ده تصاعد فنونز نفس الكلام ساديو ماني كان نفس الكلام ساديو ماني احتمال كبير يخسروا البايرن ميونخ وانت امنت الحته بتاعت ساديو ماني دي بلويس دياز يعني انت خلاص بقت الدنيا امان وابتديت حتى كمان ان انت تنقل ساديو ماني لقلب الهجوم فانت كانت مشكلتك ايه في قلب الهجوم لان فيرمينو مستواه تراجع اوريجي خرج
فنونيز هيحل لك الحته دي مع وجود ديجو جوتا ومحمد صلاح ولويس دياز. اعتقد ان الموضوع هيبقى بالنسبه لليفربول هجوميا بشكل كويس جدا، دفاعيا ابراهيم كوناتي انا شايف ان هو كان تدعيم كويس مع ماتب وفان دايك وجو جوميز، وخط الوسط انا شايف ان برضو يعني ليفربول خط الوسط بتاعه كعناصر مميز جدا. في خطوه كده حاسسها ممكن تحصل في ترانسفير ماركت ده، مش عارف تمشوا معايا فيها ولا لا، انه محمد صلاح ممكن يبقى ولا تتحرك فجاه في السوق. هو لحد دلوقتي الدنيا هاديه، راجل مكمل نهايه الموسم اللي جاي مع ليفربول، بس حاسس ان الورقه دي ممكن في اي لحظه تنور، مش عارف يعني ممكن، بس انا مستبعدها بصراحه. مستبعد يعني ليه؟ لان هو اولا هو قال انا مكمل الموسم اللي جاي، بس دي تصريحات منطقيه. لو انا في المؤتمر الصحفي حد سالني انت هتعمل ايه مع ليفربول، انا مكمل الموسم الجاي عشان عادي كده. ما هو خلي بالك في نفس الوقت ان ماني اللي كان فاضل له برده سنه في عقده قال انا اخر الموسم بعد دوري الابطال هقول لكم مستقبلي. فالفرق ما بين الاثنين واضح، ومع ان هم مش متقدر الارقام اللي بتتقال 230,000 هو بعيد عن الرقم اللي طالبه صلاح، فواضح ان صلاح يعني او وكيل صلاح بيزنوا الاداره ما بين حاجتين، يا اما نتفاوض على راتب مقبول بالنسبه لي يا اما انا همشي فري. وكل ان هو يفقد نجم زي فري حتى وان كان هو 30 سنه او 31 سنه ساعتها لما يجي يمشي من ليفربول، فهي هتبقى مشكله لان هو بيفقد نجم مجانا بالشكل ده. لكن اعتقد الموسم ده صعب نشوف حاجه، الا طبعا لو حصل جنان في السوق، يعني لو حصل انتقال مجنون من حته. استنى المفاجآت دي، ولكن للاسف الجنان الحاجه اللي كانت ممكن تحرك تاثير الدومينو هو ان كان مبابي يروح ريال مدريد فيبدا بقى باريس يدور على حد مكان مبابي، فيبدا بقى نحاول العجله تدور في الحته دي. طب وليه ريال ما يدورش على صلاح؟ ما اعتقدش مع صفقه تشواميني ان هو يصرف رقم كبير في صفقه تاني. بس ما هو صلاح مش هيدفع رقم كبير اخر سنه، ليفربول هيسيبه السنه اللي فاضله. يعني اعتقد ان هو لو ليفربول خير ان هو يخسر صلاح ب 40 مليون مثلا، قيمه صلاح اعلى من قيمه ماني بوضوح طبعا، فان هو يتخسر يخسره ب 30 او 40 مليون لا هيكمل الموسم اللي فاضل. رايك ايه يا امير؟ بص يعني انا فاكر لما احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده وموضوع صفقه امبابي قلت لك لا يبقى كده بقى ريال مدريد ممكن يفكر في صلاح، سواء ماني بوظ كل ده. يعني ماني خد الخطوه اللي انا كان نفسي صلاح ياخدها. ماني مش معتقدش ان ليفربول هيخسر الاثنين في موسم انتقالات واحد، يعني حتى لو زي ما قال كده محمود ان هو يقول له لا اقعد بقى خلاص ماشي وامشي السنه الجايه فري وربنا يسهلها يمكن نوصل لاتفاق في خلال السنه، اعتقد هو ده هيبقى الاقرب. انما ان انت تخسر الاثنين في موسم انتقالات واحد انت كده يعني لا، انت حتى بتضرب المشروع بتاع يورجن، بتضرب الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه من شويه يعني ان انت اقنعت يورجن كلوب انه يقعد وهعمل لك وهسوي لك وهنصرف وهنفك الكيس، فلا هتروح تقول له بقى ساعتها هنبتدي بقى من الصفر من غير ماني وصلاح وفيرمينو خلاص مستواه تراجع، اعتقد يعني هيبقى الوضع صعب. طب قبل ما اختم، تتوقع مين المدرب اللي جاي للاهلي؟ اعتقد فيتوريا لو وصلوا لاتفاق بشان الفلوس ممكن يكون هو الاقرب. ايه رايك في نونو سانتو؟ يعني حلم. هل هو اصلا سانتو يجي يضرب في مصر؟ معروض معروض من شركه تسويق، معروض. تفتكر انا زي زيك انا بتكلم معاك امير، انا المعلومات اللي عندي ان في يعني في شبه اتفاق مع يانيك فريرا. روي فيتوريا متمسك بالرقم اللي هو طالبه، اللي هو في بدايه المفاوضات كان 4 فلو قل ممكن يبقى 3، بس برضو لازم الناس تبقى عارفه ان كان عنده عرض من فلامينجو ب 3 مليون في السنه والراجل رفضه، وما كانش عنده مشكله خالص ان هو يقعد ويستنى عرض الجزيره الاماراتي، وهو عنده شبه اتفاق مع الجزيره الاماراتي. رودي جارسيا كان معروض عليه النصر السعودي من فترة وكان الرقم كبير جدا، كان وصل لتسعة مليون في السنة ورفض وقال ان انا بفضل ان انا اقعد في اوروبا. فمعنى كده ان هو لو جه وغير رأيه هيبقى عايز يسمع نفس الارقام تاني. فالاهلي اللي انا عارفه ان هو اتحرك في التلاتة، مين اللي ممكن يكون شوية فاتح الباب؟ هو يانيك فريرا. علشان كده انا اعتقد كمان مع حالة دي الوقت اللي عند الاهلي ممكن يفكر في يانيك فريرا. امير شرفت ونورت كالعادة، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا كريم، انا اللي اتشرفت بوجودي معاك. محمود شرفت ونورت كالعادة، ربنا يخليك ان شاء الله. باذن الله الحلقة اللي جاية باذن الله صفقة باذن الله يكون مانشستر يونايتد جاب صفقة. كنت اقول لك الاسوء من كده تكونوا خدتوا يعني ماشيين رونالدو ولا يعني يعني تكونوا يعني مش حقيقي. يعني والله كنت اقول لك حاجه سيئه قوي بس مش هينفع اقولها على الهوا، خلاص المره الجايه بقى. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده من رقم 10، اشوفكم يا رب على الف خير.